تحضيرات واستعدادات المنتخب القطري لبطولة كأس العالم 2022. التحق المنتخب القطري بمعسكرات تدريبية مكثفة التي تدرب فيها فريق ليفربول الإنجليزي قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث أشرف المدرب فيليكس سانشيز على تدريبات الفريق في فيينا وماريبيا في عزلة تامة، الذي يؤكد على إصرار المنتخب لتقديم أفضل ما لديه ليتمكن من المنافسة. تكمن نقاط قوة المنتخب القطري في اعتياده الخطة التي يتبعها سانشيز، وهي إما 3-5-2 أو 5-3-2. ويطبق سانشيز الخطة الأولى للاحتفاظ بالكرة، بينما يطبق الثانية لامتصاص الهجمات. وسيعتمد سانشيز على مجموعة من اللاعبين المتمرسين لإتقان الخطط التي يضعها، أبرزهم أكرم عفيف والمهاجم المعز علي، إضافة إلى الظهير الأيسر همام أمين. لم يتغير موقف منظمي البطولة من الانتقادات التي وجهت إليهم منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه اختيار قطر لتنظيم بطولة كأس العالم. وسيشرف حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث على البطولة، مؤكداً على أن هذا الحدث المهم ساهم في تسريع عملية الإصلاحات في قطاع العمل والمجتمع. نتمنى التوفيق للمنتخب القطري خلال بطولة كأس العالم 2022. حدد كل الشعب العربي.